بينضم الينا من محافظه كفر الشيخ وهي احدى محافظات هذه المرحله الزميل احمد بكير. احمد صباح الخير، وضعنا في صوره الانتخابات في الساعات المبكره، يعني اعتقد نصف ساعه مضت على فتح الصناديق. تحية طيبة إليك خالد ولمشاهدي التلفزيون المصري الكرام. بالفعل بدأت هنا الانتخابات منذ 25 دقيقة، وحتى الآن الإقبال في مدينة كفر الشيخ إقبال ضعيف في أول نصف ساعة على عكس مجريات اليوم الأول. كان اليوم الأول شاهدا للكثير من المتغيرات سواء هنا في مدينة كفر الشيخ أو في المراكز الأخرى التابعة للمحافظة. كان يوم أمس في محافظة كفر الشيخ وخاصة في المدينة بدأ بإقبال متوسط ثم انخفض مع الساعة الواحدة وحتى الساعة الثالثة نظرا لسقوط الأمطار هنا في محافظة كفر الشيخ، لكن المشهد تغير منذ الساعة الرابعة وحتى الساعة التاسعة. كان الإقبال جيد جدا هنا في مركز المدينة. كل هذه الصورة في مركز مدينة كفر الشيخ تختلف كليا وجزئيا عن القرى والمراكز الأخرى، فهناك إقبال كثيف منذ لحظات فتح اللجان الأولى منذ الساعة التاسعة وحتى الساعة التاسعة مساء. كان هناك إقبال كثيف جدا في مراكز كفر الشيخ والقرى المختلفة. نتحدث عن محافظة كفر الشيخ، نتحدث عن أربع دوائر انتخابية هنا في هذه المحافظة تتنافس على 10 مقاعد للفردي و9 مقاعد للقائمة. هناك قائمتان رئيسيتان يتنافس فيها 18 مرشح، قائمة من أجل مصر وقائمة تحالف المستقلين. أما الدوائر الأخرى فتوزيعها كالآتي: الدائرة الأولى دائرة كفر الشيخ اللين التنافس على 3 مقاعد، الدائرة الثانية دائرة سيدي سالم والرياض والتنافس فيها على 2 مقعدين، الدائرة الثالثة دائرة الحمول وبيلة والبرولوس هناك تنافس على 2 مقعدين، الدائرة الرابعة والأخيرة دائرة دسوق ومطوبس وفوة والتنافس فيها على 3 مقاعد، هي 10 مقاعد للفردي يتنافس فيها نحو 150 مرشحا، أي نتحدث عن 15 مرشحا يتنافسون على كل مقعد انتخابي. هناك منافسة قوية من الأحزاب السياسية على مقاعد الفردي، هناك نحو 28 مرشح من الأحزاب داخل 150 مرشح، أي نتحدث عن نسبة تصل إلى نحو 20% من المرشحين الفرديين للأحزاب. أبرز الأحزاب المتنافسة هنا في محافظة كفر الشيخ حزب مستقبل الوطن وحزب حماة الوطن والشعب الجمهوري والوفد الجديد وحزب الحرية ومصر القومي والمحافظين وحزب النور. لا شك أن هذا التنافس الكلي يبعث برسالة في قرى محافظة كفر الشيخ عن حدة التنافس الذي تتمتع به هذه المراكز حقيقة، ونحن في ثاني الأيام وفي الساعات الأولى من ثاني الأيام. ندعو جميع الناخبين للمشاركة في هذه الانتخابات خاصة وأن محافظة كفر الشيخ تتمتع بخصائص مميزة توليها الدولة الكثير من الاهتمام، فبعد سكون كبير في هذه المحافظة إحدى محافظات الدلتا وتقريبا ثالث هذه المحافظات من حيث المساحة وعدد السكان بعد محافظة الشرقية والدقهلية، إن القيادة السياسية ومجلس الوزراء يولي هذه المحافظة بالكثير من الاهتمام. كان هناك دفعة كبيرة من المشروعات القومية في المرحلة الأولى من عام 2014 وحتى عام 2017 و2018، كانت مشروعات قومية كبرى مثل بركة غليون ومحطة البرولوس للكهرباء ومصانع للرمال السوداء، بالإضافة إلى الكثير من تطوير الطرق والصرف الصحي الذي أصبح يغطي هذه المحافظة بنسبة 35% بعد أن ظلت لفترات طويلة النسبة المتراوحة في مساحة الصرف الصحي نحو 10% فقط. هناك 25%، نتحدث عن 81 قرية خلال السنتين الأخيرتين تم تغطيتهم بالصرف الصحي من أصل 228 قرية، هي نسبة بالفعل كبيرة. لو نظرنا إلى محافظة كفر الشيخ وأهمية مشاركة المواطنين في هذه الانتخابات
نظرا لاستكمال الإجراءات التي تقوم بها الدولة في خطتها الزمنية هنا لمحافظة كفر الشيخ، نجد على سبيل المثال أن الأسبوع الماضي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح واحد من أكبر متاحف مصر ومن أكبر متاحف الدلتا، هو متحف كفر الشيخ، ليكون واجهة حضارية وثقافية ليس لكفر الشيخ فقط ولكن لمحافظات الدلتا. منذ حوالي شهر كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتابع ويفتتح ويتفقد أكثر من نحو 10 مشروعات، منهم مشروعين في غاية الأهمية، صرحين طبيين غاية في الأهمية هنا في محافظة كفر الشيخ، المستشفى الجامعي والتي سوف تتحول لأكبر مستشفى طوارئ هنا في محافظات الدلتا، بالإضافة إلى أكبر مركز أورام هنا في محافظات الدلتا سيكون في محافظة كفر الشيخ لتخفيف الضغط عن مراكز الأورام المجاورة مثل مركز أورام دمنهور ومركز أورام طنطا. هذه المشروعات فقط تتكلف نحو 3 مليارات جنيه. كان رئيس الوزراء يتفقد واحد من أكبر مشروعات الطرق، وصلة تصل إلى مدينة دسوق ما بين كفر الشيخ ودسوق، هذه الوصلة تمتد وتأخذ محافظة كفر الشيخ إلى المحور العرضي الذي يربط بينها وبين محافظات الغربية ومحافظات البحيرة ويمتد حتى قناة السويس. كان هناك تفقد لكليتين غاية في الأهمية وجاءت بعد مطلب شعبي ورؤية للقيادة السياسية، كلية النانو تكنولوجي المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، واحدة من أهم الكليات هنا في محافظة كفر الشيخ وفي الدلتا وفي مصر بصفة عامة، أيضا كلية علوم الثروة السمكية. كان هناك قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي شهر إبريل عام 2019 بإنشاء هاتين الجامعتين، وبالفعل لم تستكمل المدة أكثر من 7 أشهر حتى كانت هذه الجامعات مستعدة لاستقبال الطلبة وإجراء التجارب الرائعة حول استخدام الروبوت في جميع مناحي الحياة. كان هناك زيارة غاية في الأهمية الرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمركز رعاية الحيوان والتآوي، هذا المركز واحد من أهم المراكز البحثية في مصر، يقوم بعمليات تلقيح صناعي للمواشي بصفة عامة، قام بنحو 250 ألف عينة من عينات التلقيح الصناعي لأنواع مختلفة من المواشي، وهذا يؤدي إلى تنوع وتعدد الثروة الحيوانية في مصر. كان هناك افتتاح لأكثر من مدرسة، نتحدث عن محور تعليمي هام هنا في محافظة كفر الشيخ، نحو 2100 مدرسة بالإضافة إلى نحو 70 مدرسة أخيرة تم بنائهم في الشهور الأخيرة. هذه المدارس قامت بتقليل كثافة الفصول من نحو 17% إلى 9%، بالإضافة إلى اختفاء ظاهرة الدراسة بعد فترات مسائية، وكانت هذه الظاهرة تقلق الكثير من أولياء الأمور. استطاعت الدولة أن تقضي على هذه الظاهرة في محافظة كفر الشيخ، محافظة كفر الشيخ في طريقها أيضا لبناء واحدة من أكبر الجامعات المصرية المرتبطة بالتعليم الأزهري على نحو 68 فدانا، ستكون متخصصة في جميع التخصصات الطبية من جامعة الأزهر لتكوين المدينة الطبية داخل جامعة الطوارئ هنا بمحافظة كفر الشيخ. أرقام كثيرة تتحدث عنها المحافظة، ولذلك هذه الأهمية التي توليها الدولة يجب أن يقابلها أهمية من المواطنين في اختيار من سيترشح في هذه الانتخابات لاستكمال هذه المشروعات، ويكون عين للمواطن وعين للدولة في مراقبة هذه المشروعات الكبرى التي لولا توليها القيادة السياسية أهمية خاصة لجعلت من محافظة كفر الشيخ واحدة من أكبر المحافظات القادرة على زيادة النمو التجاري بها وزيادة النمو الاقتصادي بها، نظرا لكثرة المشروعات التي أصبحت على أرض الواقع حية يعمل بها الكثير من المواطنين. لذلك هي دعوة للناخبين في أول ساعات اليوم الثاني للنزول والمشاركة خاصة هنا في مدينة كفر الشيخ لاختيار النائب الذي سوف يمثلهم وسوف يتابع هذه المشروعات التي أصبحت
أيقونة لمحافظات الدلتا من حيث الأهمية ومن حيث الجودة ومن حيث القيمة التي ترتبط بجميع مناحي الحياة للمواطن المصري وخاصة المواطن الذي يقطن محافظة كفر الشيخ. أحمد بكير من محافظة كفر الشيخ، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل والمعلومات، شكرا على هذه الصورة الصوتية المباشرة من كفر الشيخ.